حضراتكم النتائج الخاصة بلقاءات الدوري المصري الممتاز على مستوى 3 مباريات، واحدة قد انتهت وأخريان الآن تلعبان، وفي الدقائق الأخيرة منها على مستوى المقاولون وطلائع الجيش وعلى مستوى الزمالك والداخلية، وخلاص الدقائق الأخيرة اقتربت من النهاية. لكن على مستوى كرة الطائرة، الزمالك النهاردة وفي أولى مشاركات فريق السيدات لبطولات القارية على مستوى بطولة أفريقيا للطائرة، نجح فريق السيدات في الفوز بالبطولة. مليون مبروك، ما أجملها من بداية، إنك أول مرة تشارك وإنك بعد الدعم اللي حصل لهذا الفريق لتطويره بتتوج ببطولتين محليتين وبعدها، أو بطولة محلية بعدها تنطلق إلى أفريقيا لتتوج ببطولة أفريقيا. برافو 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 سيدات الزمالك. تقدم في الشوط الأول، تعادل في الشوط الثاني، وبدأ وكأن الشوط الثاني ده التقاط أنفاس، لأن الشوط الثالث والرابع اكتساح أبيض لسيدات الزمالك لمنافستهن، فنجحنا في تحقيق اللقب الأول في تاريخ نادي الزمالك من هناك في تونس، ليعوضنا خسارة الرجال بالأمس لنهائي البطولة على مستوى الرجال. من هناك معنا الكابتن أحمد عبد الدايم، رئيس بعثة نادي الزمالك في العاصمة تونس. كابتن أحمد أهلا بيك، منورنا. شكرا جاني، مسرور عليك وعلى مشاهديك الكرام. مبروك التتويج، وما أجمل أن أول مشاركة تساوي أول تتويج بالبطولة. يعني بداية أنا يعني طبعا البطولة دي بطولة ليها مذاق خاص وطبع مختلف خالص عن أي بطولة. يمكن سيدات الذهب أبطال أفريقيا وأسياد أفريقيا وملوك صلاة مصر، فوزهم بالبطوله الاولى لنادي الزمالك السادات ده يرجع للتخطيط لمجلس الاداره الرسمي للشيخ نصر منصور، ان احنا قدرنا ان احنا نستقطب 4 لاعبات او 5 لاعبات هذا العام لتكوين فريق متكامل ومتناسق. ويمكن البدايه كانت كاس مصر، وثاني شيء كان بطوله افريقيا اللي يمكن كانت فيها منافسه شرسه بين حامل اللقب ل3 سنوات متتاليه الانابيب الكيني، واعتقد ان الانابيب الكيني ده يمكن من افضل الفرق الافريقيه. اول مره يخسر بطوله منذ اكثر من 6 سنوات. الانابيب ده كان هو حامل اللقب. حامل اللقب، حامل اللقب طبعا من كذا سنه. ازاي يعني شفت الاضافه اللي تحققت؟ لان فريق الكره الطائره للسيدات ما كانش ده المستوى التنافسي اللي بيلعب عليه، ما كانش التتويج من الامور المعتاده بالنسبه له، ازاي شفت الاضافات اللي تمت على مستوى الفريق علشان يحصل انجاز زي ده النهارده؟ لا، الاضافات حصلت بقول لك من سنه كامله. أيوة. ان احنا قدرنا ان احنا نستقطب 4 5 لاعبات من يعني من النادي الاهلي، فريده العسلاني ومريم متولي وبقيه